تعد أول وأكبر محمية في دولة الإمارات لممارسة الصيد بالطرق التقليدية عن طريق الصقور والسلوقي، وتوفر فرصة فريدة لممارسة تجربة ثقافية وسياحية للصيد التقليدي وتعزيز الوعي بالصقارة وصون البيئة والتراث. محمية المرزوم للصيد بمنطقة الظفرة، والتي أنشئت في عام 2015 على مساحة تقدر بنحو 923 كيلو متر مربع، وعلى بعد 120 كيلو متر من أبوظبي، تختلف عن محميات الحياة البرية في مختلف أنحاء العالم بتفردها في مجال الصيد التقليدي بالصقارة والسلوقي، وكذلك فراسة الصحراء، لتكون الأولى عالميا في هذا المجال. تتمثل أهداف المحمية في المحافظة على البيئات الطبيعية التي تأويها المنطقة، وحماية عناصرها الحيوية والجيولوجية، وتعزيز برامج إعادة توطين الأنواع البرية المهددة بالانقراض، وتخصيص المحمية كموئل للصقارة بالأسلوب التقليدي. تشكل محمية المرزوم وجهة سياحية فريدة لعشاق الصيد بالصقور، وتستقبل الصقارين وهواة الصيد التقليدي والزوار خلال موسم الصيد، وتوفر لمرتاديها تجربة للاستمتاع بالطبيعة والبيئة الخلابة التي تمتاز بها، إلى جانب ممارسة هواية الصيد التقليدي ضمن إطار الصيد المستدام ووفقا لقانون الصيد في إمارة أبوظبي.